الآن مشاهدينا نتوقف مع استعراض الحالة الجوية وأخبار الطقس. الأحوال الجوية لدى ليلى عمر، تفضلي ليلى. شكرا محمد وإيمان، وننتقل لمتابعة أهم وآخر أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 20 والصغرى 11، الإسكندرية 20-11، مطروح 20-11، بورسعيد 20-13، الإسماعيلية 21-11. ننتقل إلى السويس 20-10، العريش 19-9، طابة 20-10، شرم الشيخ 24-15، الغردقة 24-13. ننتقل إلى الأقصر العظمى فيها 25 والصغرى 8، أسوان 26-10، الوادي الجديد 23-4، شلاتين 26-17، وأخيرا حلايب 24-16. والآن نستعرض معكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.